مساء الخير. بعد أن أصبحت موانئ سوريا تحت نظر جميع أجهزة مخابرات العالم وحتى الصحافة بسبب استخدامها من قبل نظام أسد وميليشيات حزب الله وإيران كمركز لنشر مخدراتها في العالم، تكثف هذه العصابات الثلاث عمليات تهريب مخدراتها إلى الأردن لإغراقه بالمخدرات على غرار ما فعلته بالشباب السوري والذي أصبح يشتري المخدرات والحشيش بكل سهولة من قبل موزع حزب الله في المحافظات السورية. فالأردن يعلن بين الحين والآخر عن ضبط كميات الحشيش والحبوب المخدرة القادمة من سوريا عبر الحدود بعد أن أصبحت سوريا بلد عبور بامتياز لهذه التجارة حسب مسؤولين في نظام أسد نفسه الذين أصبحوا أدوات بيد ميليشيا حزب الله وإيران خاصة في الجنوب السوري. كل ذلك يدفعنا للتساؤل، ما دلالات ازدياد تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية بعد تغلغل ميليشيات حزب الله وإيران جنوب سوريا؟ وإلى أي مدى تتغلغل ميليشيات إيران وحزب الله في الجنوب السوري؟ ولا يخفى على أحد تنسيق الأردن ونظام أسد في العديد من المجالات، فهل هناك تنسيق أيضا في مجال مكافحة المخدرات؟ ولا يعلم الأردن أن أصحاب تجارة المخدرات هم حزب الله وإيران والأسد؟ وكيف يقوم حزب الله بإدخال المواد المخدرة إلى الجنوب السوري؟ أم أن المنطقة أصبحت موقعاً لصناعة المخدرات التي تنتجها الميليشيا في جنوب لبنان؟ وما أهداف حزب الله وإيران من خلال إغراق الأردن بهذه الكميات الكبيرة من المخدرات؟ أم هناك خطط تجارية أخرى؟ وكيف يمكن للأردن بمفرده أن يقاوم هذه التجارة المنظمة؟ حلقة جديدة من هنا سوريا، أهلاً بكم. أهلا بكم من جديد. أعلن الأردن مقتل وجرح أفراد من مجموعة حاولت تهريب كميات من المخدرات من سوريا. المزيد في التقرير التالي. سوريا بلد عبور بامتياز للمخدرات نظرا لموقعها الجغرافي وتوسطها للقارات. بهذه الوقاحة يتباهى مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسين جمعة الشهر الماضي بأحد إنجازات أسد، ويشمل هذا التصريح محافظة درعا التي باتت مرتعا لنظام أسد وميليشيات حزب الله والحرس الثوري الإيراني، خاصة الحدود السورية الأردنية منذ عام 2018، وبالتالي أصبحت هي وباقي محافظات الجنوب السوري نقطة لانطلاق عمليات التهريب باتجاه الأردن ودول الخليج العربي. وفي هذا السياق أعلن الأردن ضبط العديد من عمليات التهريب من سوريا آخرها اندلعت خلالها اشتباكات تسببت بمقتل وإصابة عدد من المتسللين، فيما تراجع الباقون إلى الداخل السوري، وبعد تفتيش المنطقة من قبل الجيش الأردني تم ضبط 1942 كف حشيش و19500 حبة كبتاغون وعبوة من مادة الكريستال المخدرة بحسب مصدر عسكري أردني. ويوسع حزب الله ونظام أسد عمليات تهريب المخدرات عن طريق الأردن بعد أن تجاوزت شهرة مينائي اللاذقية وطرطوس المكسيك بتجارة المخدرات، حيث سبق أن ضبطت رومانيا شحنة مخدرات قادمة من ميناء اللاذقية وأخرى من دبي بقيمة مليون درهم وأخرى بقيمة نصف مليون يورو في اليونان، دون نسيان أطنان الحشيش التي تضبطها مصر سنوياً والمخبأ ضمن السلع الغذائية وعبوات الحليب المصنعة في معامل رامي مخلوف. فهل سيصبح الأردن طريق التجارة البرية لمخدرات حزب الله وإيران باتجاه السعودية وباقي دول الخليج؟ الله يعطيكم ألف عافية يا شباب. ضيوفي في هذه الحلقة العميد عبد الهادي ساري وهو محلل عسكري واستراتيجي، سيكون معنا من عمان عبر سكايب. أحمد فهيم محلل سياسي سيكون معنا عبر سكايب أيضا من عمان. أحمد زكريا صحفي وناشط حقوقي سيكون معنا من اسطنبول عبر الأقمار الصناعية. أهلا بكم ضيوفي في هذه الحلقة. البداية معك أستاذ أحمد، برأيك ما دلالات ازدياد تهريب المخدرات عبر الأراضي السورية باتجاه الأردن خاصة بعد تغلغل حزب الله وإيران في الجنوب السوري؟ أستاذ أحمد زكريا هل تسمعني؟ نعم.
مساء الخير لك نعم. ولجميع السادة المشاهدين وأيضا لضيوفك الكرام. حقيقة النظام اليوم وحتى نظام الأسد وحتى ميليشياته الطائفية باتت تعتمد بشكل كبير على موضوع المخدرات وهذه التجارة الرائجة التي باتت منتشرة ويلاحظ يعني بشكل كبير انتشارها في مناطق سيطرة النظام خاصة في العاصمة دمشق وما حولها. بات الاعتماد عليها اليوم بشكل كبير كسيولة أو لتأمين سيولة مالية لتحركاتهم، أقصد هنا قوات نظام الأسد وأيضا الميليشيات الطائفية، في ظل الحصار المفروض والعقوبات المفروضة على النظام وداعميه عالميا والإيحاء بأنه هذه العقوبات سيتم تجديدها في المرحلة المقبلة. إذن اليوم تجارة المخدرات باتت هي الاعتماد الرئيس لهذه الميليشيات الطائفية والمذهبية سواء في سوريا وحتى في لبنان وحتى في العراق وحتى بالنسبة للحرس الثوري الإيراني. هذه الميليشيات كلها اليوم تعتمد على هذه التجارة، ويعني إضافة لما أشرتم إليه في تقريركم بخصوص ضبط يعني الأردن إحدى العمليات خلال الأيام القليلة الماضية، للتذكير بأنه هذه العملية الثانية التي يتم ضبطها محاولة من قبل قوات النظام وميليشياته وهذه المجموعات التي تتبع لهم بتهريب شحنات كبيرة من المخدرات عبر إن كان يعني معابر غير شرعية تعتمد عليها، معابر غير نظامية تعتمد عليها هذه القوات بمساندة طبعا من الميليشيات. هي العملية الثانية للتذكير خلال هذا الشهر تشرين الثاني نوفمبر الجاري، عملية ثانية. أيضا من خلال متابعتنا لكل هذه العمليات التي تتم سواء على عن طريق الحدود وإلى دول الجوار من مناطق طبعا سيطرة النظام، هناك عمليات أخرى يعني تنتشر بكثرة، عمليات الترويج وعمليات الإتجار داخل مناطق سيطرة النظام، والنسبة الأكبر هي تتم في دمشق. وحسب متابعتنا طبعا كنشطاء حقوقيين في منصة إسواي رصدنا 11 عملية الترويج وإتجار أيضا خلال هذا الشهر. أيضا النظام اعترف بلسانه، نظام الأسد اعترف بأنه تم القبض خلال هذا العام على 6000 من كبار تجار المخدرات، إضافة لأنه قبض أيضا في العام الماضي على 9000 من كبار تجار المخدرات. إذن نلاحظ يعني الاعتماد الرئيسي اليوم بالنسبة لهذه الميليشيات لأنها تجارة رابحة، لأنها مورد رئيسي تؤمن طبعا السيولة المالية من أجل استمرار طبعا آلة القتل الأسدية وآلة القتل الميليشياوية في دعمها واستمرارها من خلال يعني تأمين الموارد المالية من خلال هذه التجارة الرائجة. طبعا أشرت بأن النظام اعترف بأنه سوريا اليوم هي بلد عبور من أجل انتقال هذه الشحنات إلى دول أخرى، لكن بحقيقة الأمر ومن خلال الإحصائيات التي يعني ذكرناها ونتابعها ونرصدها بشكل مستمر للمخدرات، اليوم باتت سوريا هي دولة منتجة من خلال الميليشيات المتواجدة فيها ومن خلال طبعا بضوء أخضر من نظام الأسد، باتت دولة منتجة ودولة عبور. نعم، انطلاقا من كلامك أستاذ أحمد أتوجه لسيادة العميد. برأيك سيادة العميد من كلام الأستاذ أحمد الذي تحدث بشكل عام عن سوريا، إذا خصصنا الجنوب السوري، إلى أي مدى نستطيع وصف تغلغل إيران وحزب الله داخل الجنوب السوري حتى وصلوا إلى هذه الدرجة من تصدير أو تصنيع المخدرات؟ تحياتي لك استاذ راما والى اصدقاء ضيوفنا الكرام. في الواقع يعني هي ليست سابقه صناعه وتجاره المخدرات خاصه في لبنان، ومنذ ان استولى حزب الله على مقومات لبنان من خلال تصديرها عبر البحار سواء كانت من بيروت او من غير بيروت، وايضا عندما تم احتلال سوريا من قبل الروس والايرانيين وحزب الله اصبحت ايضا الموانئ السوريه يعني هي مكان لتجاره المخدرات. الان وبعد ان تم تقريبا ضبط الموانئ السوريه من التجار بهذه الماده، تحول حزب الله وايران ومن يعني ومن يلف لفيف إيران من خلال الفرقة الرابعة وغير الفرقة الرابعة الذين يدفعون بشكل مباشر إلى إيران في إيجاد طريقة أخرى للحصول على المال من خلال التجارة بالمخدرات. لكن الجنوب السوري كان كونه يعني قريب من الأردن وهو بوابة الذهاب إلى الخليج العربي، والخليج العربي هي يعني سوق لبيع مثل هذه المواد، حاول او يعني اصبحت المنطقه في حوران او منطقه الجنوب السوري سواء في السويداء او القنيطره او درعا هي مكان لصناعه التجاره، لصناعه المخدرات.
يعني في الآونة الأخيرة تم تهريب بعض المكابس من بيروت من لبنان إلى المنطقة الجنوبية عن طريق مهربين يتبعون مباشرة إلى حزب الله ومرتبطين ارتباطا كاملا مع الفرقة الرابعة. ويعني الآن في تقريبا في قرية تسمى المعلقة باللهجة الحورانية، هي موجودة جنوب غرب مدينة القنيطرة وتتبع لمدينة القنيطرة، فيها تم افتتاح مجموعة من المحال تحت عنوان محلات لبيع اللحوم، وهي في الواقع هي محلات لتصنيع المواد المخدرة من الكبتاكون يعني المخدر. وبالإضافة إلى القرى الشرقية التي تتبع لمدينة السويداء والتي تتبع إلى وقريبة من بصر الشام، هي أيضا وجدت هناك مواد، ويتم إرسال مواد أولية من لبنان ويتم خلال المكابس التي أرسلت إلى المنطقة بتصنيع هذه المادة. إذن المنطقة الجنوبية أصبحت مكان لتصنيع المواد المخدرة. إضافة إلى ذلك يعني مدينة إزرع هي الآن هي مزروعة في مادة الحشيش، ومنطقة اللجاء أيضا هي مزروعة بمادة الحشيش، أي أن تصنيع الحشيش في المنطقة الجنوبية أصبح مشروعا من خلال وجود الإيرانيين وحزب الله على مرأى من نظام الأسد. يعني نظام الأسد له يعني كل الخاطر بأن توجد مثل هذه المادة أو تصنيع هذه المادة على الأراضي السورية وخاصة في المنطقة الجنوبية. بالتالي هناك يعني صراع حقيقي بين الروس. سنعود للحديث عن هذه النقطة بالتفصيل أكثر سيادة العميد. أستاذ أحمد فهيم، لا يخفى على أحد أن هنالك تنسيق ما بين نظام أسد والأردن في العديد من المجالات، هل هنالك تنسيق أيضا ما بينهما في مسألة الحد من الإتجار بالمخدرات أو وصولها إلى الأراضي الأردنية؟ نعم، شكرا لك. لا أظن أن هناك تنسيق يتعلق بتجارة المخدرات أو أي تنسيق من أي نوع حاليا، باستثناء بعض المسائل المرتبطة بالقضايا الأمنية الرئيسية وجزء من ملف اللاجئين، ولكن خطوط الاتصال تقريبا شبه مقطوعة، لا سيما غدات سريان ما يسمى بقانون قيصر الرامي إلى فرض المزيد من الحصار على النظام السوري. أنا من وجهة نظري يعني أريد الاقتصادية الخانقة التي يمر بها النظام جراء إقرار وسريان هذا القانون بشكل أو بآخر، فضلا عن الظروف بشكل عام التي يمر بها النظام السوري. وأزيدكم من الشعر بيتا، بالنسبة للأردن المسألة ليست فقط مخدرات، هناك أعداد كبيرة وكميات كبيرة من السلاح دخلت إلى الأردن وقضت مضاجع النظام، والنظام في الأردن بدأ يشعر بشيء من الخوف، وقد لاحظ النظام ولاحظت الأجهزة الأمنية في الأردن رد فعل بعض المناطق وبعض المحافظات والقرى النائية في الأردن، حجم السلاح الذي تكشف من قبيل الصدفة عندما كانوا يحتفلون بفوز نواب في البرلمان. الجميع يعلم ويدرك يقينا بأن هذا السلاح دخل عبر البوابة السورية. إذن القضية مش فقط تجارة مخدرات وتجارة سلاح والبقية تأتي. إذا برأيك هل يسعى من خلال هذه الحركة نظام أسد أو حتى من ورائه حزب الله وإيران لإحداث بلبلة أكبر داخل الأراضي الأردنية؟ هذا أمر وارد جدا، والأردن يعني لا يفترض سوء النية على هذا المسار. الأردن طبق قواعد الاشتباك خلال الساعات الماضية بشأن تسلل افتراضي، قتل من قتل وجرح من جرح، وأظن أن الأردن يعني واضح تماما في هذه المسألة، لا يتساهل ابدا ولا يعني يتعامل بلا ادنى درجات الرحمه والشفقه عندما يتعلق الامر بعمليات تهريب او اختراق لشريطه الحدودي. انا كما قلت لك المشكله ان هذا الملف قد يكبر، قد لا يقتصر على المخدرات فقط، قد يتطور الى تجاره بالاعضاء البشريه، قد يتطور الامر ايضا الى محاوله للمساس والاختراق في عمق النظام الاردني وفي عمق الامن الاردني، قد يتطور أيضا لمحاولة المساس للأمن ببعض دول الخليج. أمر متوقع، يعني من أمن العقوبة أساء الأدب. لا يوجد مجتمع دولي يضغط على هذا النظام ويسعى بشكل جاد وفعلي إذن بهذه لوقفه بهذا السياق. أستاذ أحمد، بهذا السياق ما هي نقاط التنسيق ما بين نظام أسد والحكومة الأردنية؟ والله يعني شوفي، لا أحد يستطيع أن يحزر على أي نظام
العربي عشان أكون صارح صريح وصادق معك، لا أحد يستطيع أن يعني يتنبأ بالضبط في الإطار المعلن، لا يوجد شيء خلافا للتنسيق المرتبط أحيانا بحركة العبور الضيقة خلال فترة من الفترات، بعض خطوط التجارة التي كان يجري الحديث عنها غدات فتح معبر جابر كما نسميه نحن. خلافا لذلك لا يوجد شيء معلن. الآن الأجهزة الأمنية تتصل بطبيعة الحال، يعني أظن أن خطوط المخابرات الأردنية مع المخابرات السورية مفتوحة، ولكن لغايات التنسيق فيما يتعلق بالأمن فيما يتعلق بالإرهاب، وطبعا حتى هذه الاتصالات قد لا تكون اتصالات قائمة على أساس تعاون وتبادل منفعة وتبادل مصالح، قد تكون عمل روتيني، ولكن النظام الأردني يدرك في حقيقة نفسه أن هذا النظام لا يضمن له الخير، والمخابرات الأردنية تعلم أن المخابرات السورية لا تضمن لها الخير، وفي أي لحظة يمكن أن تعمل على إحداث اختراق في العمق الأردني بلا رحمة وبلا هوادة. نعم، سنعود أيضا للحديث عن هذا الموضوع بخصوص آلية الدخول، إن كانت ستدخل المخدرات بمفردها أم هنالك أيضا حركة لتجار المخدرات بالدخول إلى الأراضي الأردنية. سيادة العميد، برأيك كيف يقوم حزب الله بإدخال المخدرات إلى داخل الجنوب السوري بهذه السهولة؟ نعم، طبعا حزب الله هو متمرس على تجارة المخدرات، وهو له ذراع طويل بهذه المهام التي قام بها ويقوم بها من خلال إرسال هذه المواد إلى أغلب دول العالم. يعني حزب الله هو يعني ثراء وغناه وقدرته أيضا المالية تأتي من وراء بيع أو تجارة المخدرات، وبالتالي هو قادر على إدخال هذه المواد. يعني النظام أولا قوى أو قوات النظام بما فيها الفرقة الرابعة وبعض القوى الأخرى يعني هي متعاونة مع قوات حزب الله في إدخال المواد المصنعة أو المواد الأولية لتصنيع الحبوب المخدرة، بالإضافة إلى إرسال الأجهزة التي يمكن من خلالها يتم تصنيع هذه المواد، وبالتالي يستطيع حزب الله بسهولة أن يدخل هذه المواد إلى جنوب سوريا. لكن السؤال هي كيف يستطيع حزب الله اللبناني وقوات حرس الثوري الإيراني إدخالها إلى خارج حدود سوريا، أي إدخالها إلى الحدود الأردنية. هناك طرقات عديدة وطرق غير شرعية، بالإضافة هناك طرق شرعية، يعني معبر نصيب تم إدخال، يعني في عندما تم فتح معبر نصيب تم إدخال وضبط، طبعا ضبطت من قبل القوى الأمنية الأردنية حوالي 1,600,000 حبة كبتاغون، وبالتالي يعني هناك يعني بعض المغامرات من قبل هذه القوى او هذه من قبل حزب الله والحرس الثوري الايراني بادخال هذه الماده، لكن يدخل مواد مخدره عن طريق الطرقات الغير شرعيه والتي تغيب عن يعني اعين الجيش الاردني والمخابرات الاردنيه. على سبيل يعني على بناء على سؤالك للاستاذ احمد بكيف يمكن ان يكون هناك تعاون بين المخابرات السوريه والمخابرات الاردنيه وما هي اوجه التعاون، يعني اعتقد ان لا تعاون بين الاردن، والاردن حذر مرارا وتكرارا وحتى انه يعني حذر بشكل شديد جدا وهدد بمعاقبه او مقاومه اي دخول للميليشيا الايرانيه او الميليشيا حزب الله الى الاتجار بماده المخدرات في اتجاه الاراضي الاردنيه، وهدد بشكل صريح جدا وابعث رسائل الى النظام السوري بهذا الموضوع، وبالتالي النظام السوري عاجز عن ضبط الحدود، ويقع على الاردن يعني عبء كبير جدا بضبط الحدود، حوالي 400 كيلومتر هذه الحدود الطويله جدا هي عبء كبير جدا على الأمن الأردني وعلى القوات المسلحة الأردنية، ولا بد من هنا وجود ثغرات. حزب الله يجد دائما هذه الثغرات ويرسل هذه المواد التامة إلى الأراضي الأردنية، وبالتالي تذهب إلى الخليج العربي. نعم، أستاذ أحمد زكريا ضيفي في إسطنبول، انطلاقا من جواب سيادة العميد، برأيك ما هو هدف حزب الله وإيران من خلال إغراق الأردن بكل هذه الكميات الكبيرة من المخدرات والحشيش، أم أن له أهداف تجارية أخرى في المنطقة؟ نعم، حقيقة يعني هي أهداف تجارية في
محصلة. الأولى إضافة يعني لميليشيا حزب الله وأيضا الميليشيات الإيرانية، هناك طبعا لا ننسى نظام الأسد أيضا يعني مستفيد من هذا الأمر، خاصة بأن تجارة المخدرات يعني تجد يعني وجدت في سوريا مكانا أو بيئة حاضنة من أجل أن تزدهر بشكل كبير. وهذه الأنظمة اليوم يعني المتحكمة طبعا والقوى المتحكمة في سوريا وجدت بأنه هذه التجارة ازدهرت طبعا في زمن الحروب، وهذه البيئة هي طبعا متواجدة على الأراضي السورية أو وجدتها عفوا في سوريا من أجل أن يعني تؤمن يعني مصادر من القطاع الأجنبي من خلال تجارة المخدرات، تؤمن لها ولقواتها في ظل طبعا الضائقة الاقتصادية والأوضاع المعيشية المتردية وغيرها من هذه الأمور. إذن تأمين القطاع الأجنبي هو بالدرجة الأولى مهم بالنسبة طبعا لنظام الأسد وميليشياته في ظل طبعا كل ما يمر به. إضافة إلى ذلك أو من أجل ذلك، هذه الأنظمة نظام الأسد وغيره من الميليشيات التابعة له عمل على إنتاج يعني شبكات أو خلق شبكات لإنتاج وتهريب المخدرات. لو عدنا قليلا إلى الوراء ومنذ بداية الثورة طبعا النظام عمل على نشر المخدرات بين صفوف يعني قواته وصفوف ميليشياته لتتحول طبعا من تجارة عامة للشعب بداية والاستفادة منها ماليا إلى تجارة دولية عالمية، والدليل على ذلك هو الشحنات الكبيرة التي يتم ضبطها والتي تحاول طبعا الأذرع التابعة للنظام بتهريبها سواء إن كان إلى اليونان، إن كان إلى مصر، إن كان إلى دول أخرى، إلى إيطاليا، إلى الأردن، يعني دول عربية وأوروبية وغربية وغيرها. طبعا اليوم هذه التجارة هي تؤمن طبعا مصدر القطع الأجنبي وتؤمن التمويل اللازم. أما بالنسبة لما يجري خاصة طبعا الحدود الجنوبية باتجاه الأردن والعمليات التي تجري هناك طبعا التي يتم الكشف عنها، وربما هناك عمليات أخرى لا يتم الكشف عنها، النظام يحاول يعني زعزعة الأمن، زعزعة أو خلق بلبلة أمنية وحالة عدم استقرار. فوجد بأنه السبيل الوحيد اليوم خاصة بالنسبة للأردن التي كانت تدعم طبعا فيما مضى أو عن طريقها يتم دعم الفصائل المعارضة ماليا ولوجستيا، وعند اتفاق التسويات أو اتفاقيات التسوية في العام 2018 تم فتح الحدود، لكن نظام الأسد وأذرعه طبعا لم تغفر للأردن هذا الموقف، فحاولت أن تخلق بلبلة أمنية من خلال، فوجدت السبيل الوحيد لزعزعة الأمن والاستقرار بداية أمنيا أتحدث وليس كفائدة اقتصادية، هو أن تكون الضربة في العمق من خلال تهريب المخدرات من الجانب السوري عن طريق أذرعها والمعابر غير الشرعية وغير النظامية الحدودية طبعا، تهريب المخدرات إلى الداخل الأردني. فوجدت طبعا في هذا الأمر أكبر وسيلة لزعزعة الأمن والاستقرار وخلق بلبلة أمنية في الداخل الأردني تحديدا، انتقاما طبعا لما كانت تقدمه الأردن أو يتم تقديمه عن طريقها بين قوسين للفصائل المعارضة قبل موضوع اتفاقيات التسوية. أضيف إلى موضوع آخر هو الموضوع الاقتصادي عن طريق الأردن ومنها إلى دول أخرى. طبعا اعترف النظام، ولو عدنا قليلا بالتذكير بهذه النقطة، بأنها بلد عبور نظرا لموقعها الاستراتيجي من الأردن إلى دول خليجية، يعني الأهم الآن هو أن تصل هذه الشحنات الضخمة إلى دول خليجية لا يهمه الأردن فقط من أجل تأمين الموارد المالية والسيولة المالية له ولقواته. نعم، سنتوجه أيضا إلى سؤال الجمهور حيث سألناهم هل يستطيع الأردن وضع حد لتجارة مخدرات ميليشيا حزب الله عبر أراضيه؟ الإجابات على تساؤلين كانت لن يستطيع ضبط حدوده الطويلة مع سوريا، وأخذ 73% من الإجابات يمكنه وضع حد لتهريب المخدرات من خلال تكثيف مراقبة الحدود، وأخذت 27% من الاستطلاع. أستاذ أحمد فهيم، ما رأيك أو ما رأيك باستطلاع الآراء، وهل تتفق مع هذه النسب؟ يعني في الحقيقة أنا لا أتفق، أظن أن الأردن يستطيع أن يضبط حدوده. الأردن عنده جهاز أمن قوي ولديه جيش تمرس على الاختراقات والخروقات الافتراضية عبر هذا المسار، وبات لديه قوة ردع ذاتي، والأردن ليس معزولا في هذه المعركة، لديه حلفاء ويتلقى دعما لوجستيا من دول عظمى، وبالتالي أنا أظن أن الأردن قادر على بسط نفوذه وسيطرته فيما يتعلق بالشريط الحدودي. المطلوب منها أن يكثف هذه الجهود، والمطلوب منها أكثر أن يصل إلى تجار الداخل الذين يتعاملون مع هؤلاء. يعني مطلوب من الأردن حقيقة أن يرفع قليلا من معدلات المكافحة على المخدرات على المستوى الداخلي وعلى المستوى المحلي، حتى
يستطيع من خلال هذه المكافحة وعمليات المكافحة أن يصل إلى التجار الكبار. أستاذ أحمد، نحن نواجه مشكلة تقنية مع حضرتك، في سنعود إليك أكيد للحديث عن هذا الموضوع، لكن أذهب إلى سيادة العميد. أيضا سيادة العميد، ما رأيك بنتائج الاستطلاع؟ هل فعلا يستطيع الأردن، أو بالأحرى لا يستطيع الأردن، ضبط الحدود الطويلة مع سوريا كما يقول متابعونا من خلال استطلاع الآراء؟ يا سيدتي، أنا أعيش في الأردن وأرى أن الأمن الأردني أو يعني هؤلاء، يعني هناك ترابط حقيقي بين الأمن الأردني وأجهزة الأمن الأردنية مع الجيش الأردني، وهناك يعني قوات حرس الحدود التي تضبط الحدود السورية الأردنية، يعني هناك قوى عديدة وكبيرة جدا تضبط هذه الحدود، وأيضا القوى الأمنية المتعاونة فيما بين بعضها البعض، يعني كل الفروع الأمنية وكل الأجهزة الأمنية الموجودة في الأردن هي متعاملة مع بعضها ومتعاونة، وبالتالي هناك جهاز أمن قوي جدا في الأردن، ومرتبط أيضا بالقوات المسلحة الأردنية. أعتقد أن هي تستطيع ضبط الحدود، لكن لابد من ثغرات، لابد من وجود بعض الفجوات، لابد من الاختراقات، يعني هذا موضوع شائك، وهناك مافيات تدير هذا العمل ومافيات تدير تجارة المخدرات، لذلك لابد من وجود بعض الثغرات ولابد من وجود بعض الاختراقات سواء كانت أمنية أو جغرافية. يعني أعتقد أن ضبط الحدود بشكل كامل لا يمكن أن يتم، لكن الجيش الأردني والقوى الأمنية الأردنية قادرة على ضبط جزئي كبير جدا في على الحدود السورية. نعم، الأستاذ أحمد زكريا، برأيك ألا يعلم الأردن أن تجارة المخدرات التي تدخل إلى أراضيه هي بالأساس لحزب الله وإيران وأيضا الأسد الذي يجاوره في الحدود؟ نعم طبعا، يعني هو يعني متأكد من هذا الأمر، ومن أجل ذلك يحاول دائما يعني أن يضبط الحدود أو المعابر الشرعية الواضحة بالنسبة له. لكن لو أردنا العودة أيضا إلى الوراء قليلا، ومن خلال الرصد والمتابعة هناك أكثر من 30 يعني معبر غير شرعي يقال من خلالها تتحرك يعني وتنشط هذه شبكات إنتاج وتهريب المخدرات وشبكات إنتاج ودعم يعني نظام الأسد في ظل أزمته الاقتصادية الحالية والعقوبات المفروضة عليه. الجانب الأردني يعلم هذا الأمر ويحاول قدر الإمكان أن يضبط الأمور، حتى بأنه يعني من خلال يعني المناطق القريبة الحدودية سواء في الجنوب السوري، أقصد هنا محافظة درعا أو حتى محافظة السويداء، هناك الأصوات تتعالى اليوم بشكل كبير جدا وتشير بأنه ميليشيات حزب الله هي من يقف، وطبعا الميليشيات المدعومة إيرانيا هي من تقف وراء يعني تجارة المخدرات وترويجها بين الشباب، بين جيل الشباب وجيل المراهقين بداية وحتى في المدارس، هذا على مستوى محدود أو على مستوى الحدود القريبة من الجانب الأردني، فما بالك يعني عن طريق أكثر من 30 معبر ربما. وأقول هنا يعني أشير بأنه الإحصائية يعني غير دقيقة، لكن العدد يعني لا بأس به بالنسبة للمعابر الشرعية التي أوجدتها طبعا هذه الميليشيات من أجل تسهيل الأمور وإرسالها إلى الأردن ومنها إلى دول الخليج. الجانب الأردني يعلم هذا الأمر، يحاول قدر الإمكان حسب المتابعة طبعا وحسب إحباطه للعمليات التهريب الأخيرة التي تتم يعني. وحتى كان هناك يعني لو أشرنا قليلا إلى الجانب العراقي، أحبط قبل أيام أيضا شحنة تهريب أدوية، قال بأنه شحنة تهريب أدوية ربما يكون أيضا من ضمنها شحنة مخدرات بكميات كبيرة. تصوري، إذن هناك يعني معرفة من قبل كل الدول المجاورة والحدودية مع سوريا بأنه الميليشيات الإيرانية وشبكات إنتاج ومافيات طبعا إنتاج وتهريب المخدرات تنشط وتحاول قدر الإمكان إيجاد الثغرات والخروقات، لكن الجهاز الأمن وقوات الحرس الحدودية والجيش الأردني وغيرها من القوات طبعا الحدودية أقصد التابعة لدول الجوار تعمل قدر الإمكان، لكن في صعوبة أو يوجد صعوبة بضبط هذه الأمور بسبب هذه المافيات التي تتغلغل ربما وتجد الأساليب الشيطانية العديدة من أجل تمرير هذه الشحنات وزعزعة نعم. الأمن والاستقرار وتأمين الموارد الاقتصادية لها. نعم أستاذ أحمد فهيم، بعد كل هذا الكلام عن طول الحدود السورية الأردنية، إمكانية ضبطها من عدم القدرة على الضبط الكامل، برأيك كيف سيتمكن الأردن من ضبط هذه التجارة داخل أراضيه؟ أو هل سيتمكن بالأساس من ضبطها؟ نعم، المعيار الرئيسي هو أن يضبط من لديه يعني من تجار في داخل البلد. يعني إذا افترضنا أن الأردن بلد ممر لهذه الآفة نحو دول أخرى، فعليه أن يكثف من حملاته الداخلية الوطنية للقبض على تجار المخدرات ومن ينسق معهم
افراد او اطراف او جماعات او منظمات في الداخل السوري، هذا رقم واحد. رقم لكن هل اثنين وهو الاهم، هل ستكفي مثل هذه الحملات استاذ احمد؟ خليني بس اكمل، اعطيني بس مجال لو سمحتي. تفضل. الموضوع الثاني وهو الاهم، من قال ان الاردن يحرس الحدود من طرف واحد؟ حتى وان كانت الانظمه الاخرى غير متعاونه كالنظام السوري او حتى العراقي، الاردن يجري اتصالات مع قوى عشائريه معينه في داخل الاراضي السوريه، ولديه مصادر استخباريه من الداخل السوري لا سيما في مناطق الجنوب السوري، ويجري اتصالات مع بعض هذه المصادر، ومنهم مدنيين زعماء عشائر، ومنهم عسكر ينتمون الى فصائل معينه كالجيش الحر وغيره وغيراته. وبالتالي الاردن حتى وان اعرض النظام السوري عنه ولم يقدم له ما يلزم من معلومات كي يحمي حدوده، لديه اساليب وطرق خاصه به، لديه جهاز امن قوي قادر على ان يضرب في اي عمق وعلى ان يبني سلسله اتصالات استخباريه في اي زمان وفي اي مكان. نعم. الأستاذ أحمد فهيم المحلل السياسي، كنت معنا من عمان عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. شكر موصول أيضا إلى ضيوفي الأستاذ أحمد زكريا الصحفي والناشط الحقوقي، كنت معنا من اسطنبول عبر الأقمار الصناعية، والعميد عبد الهادي الساري المحلل العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر سكايب. أيضا شكر موصول لكم مشاهدينا على متابعتنا في هذه الحلقة من هنا سوريا، نلقاكم في حلقات قادمة، إلى اللقاء.